انا عايز كل انثى او بنت بقى تشير الحلقة دي لخطيبها لجوزها للي هي مرتبطة بيه للي بتحبه عشان تفهمه ازاي يتعامل معاها. وكلامي ليك في حلقة النهاردة يا عزيز الرجل، خلي بالك الانثى بطبعها كائن رقيق جدا من ارق المخلوقات، فلذلك اي كلمة ممكن تأثر فيها، اي حركة يعني، بكلمة ممكن تخليها تبكي، بكلمة ممكن تضحكها، بكلمة ممكن تخليها سعيدة ولمسة النجوم، وبكلمة ممكن تخليها تعيسة جدا ومكتئبة وبتفكر في الانتحار. احنا كرجال مشاعرنا يعني بنتحمل شوية، فما تنظرش للأنثى ان هي زيك او ان لا هي طباعها مختلفة قوي عنك. ولذلك لما بنتكلم في حلقات الأبراج بنقول في فرق كبير بين الرجل والأنثى، يعني احنا كرجال ما شاء الله علينا مش اي حاجة بتأثر فينا، صعب ان احنا يعني يتأثر فينا بسهولة عكسهم. خلوني اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، خلاص بكرة اول يوم في السنة الجديدة ان شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وتحققوا بقى كل امانيكم وكل حاجة نفسكم فيها، واللي معرفش يحقق حاجة في السنة اللي فاتت 2020 ان شاء الله 2021 يوصل لكل النجاح وكل الاماني اللي بيتمناها. سنة سعيدة ان شاء الله علينا يا رب وعلى كل متابعين القناة وعلى كل الناس ان شاء الله، احنا نتمنى السعادة والخير للجميع. تعالوا بقى ندخل في موضوع حلقتنا، وخلي بالك معايا ازاي انت ممكن تتعامل مع الانثى وتكسبها، تتعامل ازاي مع المخلوق الرقيق ده عشان ما تجرحوش وما تخسروش. رجاء الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وشيره زي ما قلت لكم على قد ما تقدروا، ودوسوا لايك توصل بقى يعني اكتر المتابعين نساء، وصلوا بقى خلي كل الرجالة تعرف ازاي تعاملكم. اول حاجة الاستماع باهتمام. الست بطبعها بتحب تتكلم، هتقول لي رغاية مش رغاية، هي الأنثى فطرت وطبعها ان هي تحب تتكلم واللي قدامها يسمع، عكسنا احنا كرجال ممكن الرجال يكون الحتة دي مش قوية زي النساء. فاذا اتكلمت اسمع، لان انت مادام مرتبط بها هي ليها حق عليك، وهتحكي لمين وتشكي لمين، وعودها ان انت اللي تكون بتسمعها، هي بتحب اللي يسمعها. تاني حاجة ومهمة قوي، حافظ قوي على كلمتك معاها لانها عنوان قول رجولتك قوي قدام الانثى اللي انت مرتبط بيها. يعني ما توعدش بحاجة وانت مش واثق انك هتقدر تعمل. اي انثى في الدنيا تحب اللي يسمعها باهتمام، وتحب اللي يحافظ على كلمته ووعده معاها. كائن حساس جدا، فزي ما قلنا سهل ان اي موقف يأثر فيها، فاحترم مشاعرها، اظهر لها اهتمامك بمشاعرها. لو لقيتها سعيدة احترم ده، لو لقيتها حزينة مكتئبة هتبكي، ما تبصلهاش ان هي تافهة او ان هي اي حاجة بتأثر فيها، لان ده طبع هتحب فيك قوي حاجة زي كده لما انت تكون مهتم بمشاعرها ايا كانت ومهما كانت. حاجة مهمة كمان، احترم حدودها، بالذات اللي هما لسه يعني مرتبطين او بيتعرفوا على بعض في البداية. اي انثى طبيعي بيبقى ليها حدود معينة، ما تحاولش ان انت تقفز فوق الحدود دي. الكلام ليك يا رجل، وتحس وتقول بقى لا ده انا لازم اكون جريء ولازم مش عارف ايه، واحنا مرتبطين في حدود. والانثى بتحب قوي الرجل اللي معاها يحترم حدودها، ولو انت عملت كده هتثق فيك قوي وهتحس بالامان معاك قوي. العكس صحيح، لو ما عملتش كده هتبقى قلقانة، والامان في مشكلة في علاقتها معاك. بعد كده او الحاجة اللي لازم ما تكونش غايبة عنك انت كرجل، خليك فخور بالانثى اللي انت مرتبط بيها. وعايز اقول حاجة برضو، يحضرني موقف كده فبقى انا هقول مفاده، يعني ان كان في رجل دايما بيطعن في ذوق زوجته، يعني مراته هو دايما مش عاجبه الذوق، دايما كده ايه ده وانت ما عندكيش ذوق وما بتفهميش والكلام ده. اعرف ان الذوق اللي انت عمال يعني مش عاجبك ده هي اختارتك من خلاله،
لو ذوقها زبالة زي ما انت بتقول عفوا في اللفظ، يبقى انت عفوا في اللفظ زبالة. يعني ما هو هو الكلام منطقي اهوت، مش هي اختارتك، مش اختارتك بناء على ذوقها اللي مش عاجبك ده، يبقى ما تطعنش في ذوقها، لان انت كده من غير ما تاخد بالك كرجل بتطعن في نفسك وبتوحش صورة نفسك. فخلي بالك من النقطة دي لأنها بتؤثر قوي في نفسية الأنثى. الحاجة اللي بعد كده، أي أنثى في الدنيا تعشق المجاملات الرقيقة، ومش شرط إن هي تعمل لك بقى حاجة كبيرة أو إنجاز كبير عشان تقول لها كلمة حلوة. ما هو في بعض النساء والبنات تحس إن هي بتشحت من الرجل الكلمة الحلوة. لا، يعني من الحاجات اللي تخلي الأنثى يعني خليك تكسبها قوي، لو عملت لك حاجة قول لها كلمة ميرسي يا روحي، ربنا يخليك ليا، صباح الخير يا حبيبتي. الحاجات دي مع الأنثى، لابسة حاجة، ايه الشياكة دي، ايه الجمال ده. احنا كرجال ما بيأثرش معانا الحاجات دي، او ما انا بقول لكم احنا نوع تاني يعني، ولكن الأنثى يفرق معاها. ويعني انا ممكن دلوقتي رايح اقابل اللي انا مرتبط بيها، لو لابس طقم جديد ما يعني قالت عبرت عن اعجابها او ما عبرتش، عادي مش هتفرق معايا قوي. انما كارثه بالنسبه للانثى لو العكس، يعني لو هي بتقابلك ولابسه طقم جديد وجايباه عشانك وانت ما خدتش بالك ولا قلت حاجه، تزعل قوي حتى لو ما بينتش ليك. المجاملات الرقيقه سلاح فعال قوي في جذب الانثى واحتوائها بشكل عام. ما تقللش من أحلامها أو طموحاتها مهما كانت بالنسبة لك تافهة أو ما تستاهلش، ما دام هي بتطمح لحاجة معينة اوعى تقلل منها، لأن ده هيعمل عقدة وحاجز نفسي وهيحسسها من جواها بإحساس انت في غنى عنه، هيكون حاجز ملوش أي 60 لازمة. ده لو انت عايز تعامل الأنثى بتاعتك كليدي كبرنسس، لو عايزها ما تشوفش حد في الدنيا غيرك ولا قبلك ولا بعدك. حاجة كمان مهمة، بلاش تتعمد ان انت تعلي صوتك عليها بالذات قدام حد، وبالذات قدام الاقرباء، اهلك او اهلها، مش مرجلة. وهنا بقى ركزوا معايا قوي الشباب والرجالة، ايه المرجلة ان انت تعلي صوتك على الانثى؟ ما هو اي رجل، او انت تضربها، ما هو او تمد ايدك عليها، ما هو اي رجل في الدنيا ربنا اداه القدره ان هو بنيانيا اقوى من الست. اي رجل في الدنيا يقدر يضرب اي ست، واي رجل في الدنيا صوته اتخن واعلى من اي ست. ايه المرجله في حاجه زي كده؟ يعني انت بتحس كده ان انت خلاص راجل لما انت صوتك يعلى عليها او تضربها او تمد ايدك او تهنا؟ راجع نفسك قوي في النقطة دي، لأنها بتخلي شكلك قدام الأنثى إن أنت شخصية عندها نقص، أنت عندك نقص. الواثق في نفسه ما يعملش الحاجات دي، الواثق في نفسه لازم يخلي باله من النقاط الصغيرة دي. رجل ما أنتش محتاج إن أنت تثبت للناس إن أنت راجل بالصوت العالي وبالإهانة وبالضرب، أنت كرجل شخصية، أنت رجل من جواك، رجل في احتوائها. ازاي تخليها تحترمك مش تخاف منك؟ في فرق كبير قوي. ازاي تكسبها؟ كل ده لو انت طبقت اللي احنا قلناه في حلقة النهاردة، شوف انت الست اللي هتبقى معاك هتبص لك ازاي وهتبقى شايفاك ازاي، ومش هتلاقي اي رجل في الدنيا تاني يملى عينها غيرك. اكتبوا لي اراكم في الحلقة، دوسوا لايك رجاء لو شايفينها مفيدة، شيروها على قد ما تقدروا، ساعدونا ان هي توصل. صدقوني صدقوني الحلقات اللي من النوعية دي من أهم وأكثر الحلقات إفادة، مهمة أوي، شيروا على قد ما تقدروا رجاء. وأنا عارف أنا بقول إيه، لأن في مجتمعاتنا العربية تحديدا الرجال محتاجة تصحيح مسارها أوي في التعامل مع الأنثى، ومحتاجة اللي يقول لها. الانستجرام والفيسبوك احنا هنعمل بقى الليلة بمناسبة رأس السنة والعام الجديد، هنعمل لايف على الفيسبوك ولايف على الانستجرام بعد الحلقة دي على طول. اللي يحب بقى من عيلتي ان هو يشاركنا، هقرا كل تعليقاتكم وندردش مع بعض ونجاوب على كل اسئلتكم، ومعانا سهرة صباحي زي ما احنا بنقول الليلة بقى، لازم نحتفل مع بعض. يعني هتلاقوا الرابط دي في وصف الفيديو اول تعليق، اشتركوا. اللي موجود على الفيسبوك يجي على الانستجرام، واللي موجود على الانستجرام يجي على الفيسبوك، واللي على اليوتيوب يجي على الفيسبوك والانستجرام، هكذا يعني.
احنا عندنا ثلاث روابط، قناة اليوتيوب والانستجرام والفيسبوك، رجاء اللي عنده اي حساب من الثلاثة دول يشترك عشان يحضر معانا لايف الليلة واللايفات كمان اللي هتيجي بعد كده. واي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد نصاب، انا صفحتي الوحيدة محمد ابو زيد، انا برد من خلالها. اي حد تاني رجاء نعملوله بلوك، والى اللقاء في اللايف.